السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي المتابعين أهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا سيارات بيكوب معروضين للبيع. إن شاء الله جبت لكم تقريبا واحد 9 ديال السيارات معروضة للبيع. غادي نشوفوا أنواع مختلفة، نيسان، ميتسوبيشي، الفورد، الإي سي جي، وبزاف ديال لي مارك أخرين. بالنسبة للنوامر ديال التليفونات ديال هاد الطوموبيلات، إلا عجبتكم شي طوموبيلة من هاد الطوموبيلات بالبيكوبات فما عليكم إلا توصلوا معايا على رقم الواتساب باش نعطيكم النمرة ديال مول السيارة إن شاء الله. ولا عندك أي سيارة باغي تعرضها للبيع فمرحبا بك، ممكن تصيفطلها ليا على الواتساب وإن شاء الله غادي نحطها في القناة باش تباع إن شاء الله. نبدأ على بركة الله بأول بيكوب للبيع معنا. هادي كاينة في مدينة خنيفرة، خليكم تشوفوا الصور ديالها. بالنسبة لهاد السيارة كما كتشوفوا معايا، هادي سيارة نيسان دوبل كابين، هادي نيسان نافارا. نافارا كاينة في مدينة خنيفرة، كاينة في مدينة خنيفرة. بالنسبة لهاد النافارا هادي هاد النيسان، فهادي كيطلب فيها هادي دوبل كابين، كيطلب فيها مولاها 70,000 درهم، 70,000 درهم، 7 المليون، كيطلب فيها 7 ديال المليون. بيكوب دوبل كابين ديزل مازوط، تمن الكيلومتراج ضربها 350,000، ضربها 350,000، موديل 2000، موديل 2000، الضريبة ديالها 650 درهم، الضريبة ديالها 650 درهم. إذا تم ديالها 7 المليون، موديل 2000، 10 د الخير، الضريبة ديالها 650 درهم. ندوز دابا لطومبيل واحد أخرى معنا، هادي كاينة في مدينة ميدلز، نخليكم هاد التصاور ديالها تشوفوها. هادي دوبل كابين، هادي بيكوب من نوع تيرما، هادي بيكوب موديل تيرما. بالنسبة لهادي دوبل كابين كاينة في ميدلز، بالنسبة للتمن ديالها مولاها كيطلب فيها 72,000 درهم، 72,000 درهم، 7 المليون و200، كيطلب فيها 7 المليون و200، موديل 2014 ماهيندرا. هادي ماهيندرا، تيانما، ماهيندرا تيانما. هادي فيها الموتور ديال الاس جي، فيها الموتور ديال الاس جي دوبل كابين، وهو الضريبة ديالها 700 درهم، 14,000 ريال. دوزت لطومبيل واحدة أخرى معانا، هادي كاينة في كازا، هاد ميتسوبيشي كاينة في كازا. هانتوما كيما كتشوفو معايا الجفنة ديالها راه نقية، مازالها جديدة، الصالون ديالها الكوسانات و الكراسي ديالها باقي نقية. عندنا هادي ميتسوبيشي، بالنسبة لهاد ميتسوبيشي هادي فمولاها تيطلب فيها 98,000 درهم، 98,000 درهم، 9 المليون و200، كيطلب فيها 9 المليون و200، كاينة في مدينة كازا، تمن ديالها 98,000 درهم، 9 المليون و200. ميتسوبيشي ال 200 ضربة 190,000 الكيلومتراج، موديل 2011، موديل 2011، كاروسري جديد والصالون جديد، موتور مزيان. نزيدو بالطوموبيل اخرى معنا، هاد الفورد هادي كاينه في مدينه اكادير، كاينه في مدينه اكادير. نشوفو الصور ديالها،
بالنسبة للكيلومتراج راه ضربة 470,000 في الكيلومتراج فورد، ضربة 470 في الكيلومتراج. بالنسبة لهذه التمن ديالها مولاها كيطلب فيها 110,000 درهم، 110,000 درهم، 11 مليون، كيطلب فيها 11 مليون. كاينة فيها كتير مازوت 10 ديال الخيل، موديل 2010، موديل 2010 التمن ديالها 11 مليون. دوز دابا طوبيل واحدة أخرى معنا، هادي كاينة في مدينة شوفوا هاد لي سيجي، هادي كاينة في مدينة أكادير، لي سيجي كاينة في مدينة أكادير. نتوما كيما كتشوفو معايا التصاور، هادا سي سي جي موديل قديم، سي جي بيكوب موديل قديم. بالنسبة للثمن ديال هذا فمولاه تيطلب في هذا البيكوب، هذا كيطلب فيه 68,000 درهم، 6 مليون و800، كيطلب فيه 6 مليون و800 مازوت، موديل 93، موديل 93 الضريبة ديال 650 درهم. السي جي دي ماكس. ندوزو دابا لطومبيل واحدة أخرى معنا، هادي كاينة في مدينة قنيطرة، كاينة في قنيطرة. هانتوما كيما شفتو معايا التصاور ديالها، فالثمن ديالها كيطلب فيها 103,000 درهم، 103,000 درهم، 103، 10 مليون و 300. كاينة في قنيطرة الثمن كيلومتراج ضربة 350,000، موديل 2009، موديل 2009، طوموبيلة جديدة، موطور مليح، ستاندار، مرحبا. نزيدو بالطوموبيلة واحدة أخرى معنا، هادي كاينة في مدينة بني ملال، هادي التمن ديالها 134,000 درهم. نشوفو التصاور ديالها، ميتسوبيشي ال 200، التمن ديالها 134,000 درهم، 13,400,000. اذا الثمن ديال هذه 13 مليون و400، موديل هادي مازوت، سعاد الخيل، موديل 2014، موديل 2014، مولاتي يقول على انها ضربه في كيلومتراج 114,000 كيلومتر. جو مي اون فونت ما فواتور بيكوب ميتسوبيشي ال 200 موديل 2014 جامي اكسيدونتي بروميير مان. عندي بيكوب ميتسوبيشي اللي بيع مازال جديد، صباغ تاع الدوريجي، كاس بعيد وحدة، موتور مليح، كاروسوري مليح، ما ضرباش التمارة، اللي شاري بالمعقول مرحبا. اذا الثمن ديالها 134,000 درهم، 13,400,000. ندوز دابا لطوموبيل واحدة اخرى على هاد ميتسوبيشي، كاين في مدينة ميسور، كيما كتشوفو معايا هاد الميتسوبيشي كاين في مدينة ميسور. التمن ديالها مولاها كيطلب فيها 115,000 درهم، 115,000 درهم، 115,000 درهم، 11 مليون ونص، موديل 2012،
موديل 2012، شهر 10 موديل 2012، ندوزو على الطوموبيل واحدة أخرى. معنا هادي كاينة في مدينة كازا، بيتشي بيتشي بيكوب كات كات دوبل كابين. بالنسبة لهادي، هادي كيطلب فيها مولاها 165,000 درهم، 165,000 درهم، 16 مليون أونص، 16 مليون أونص. بيتشي بيتشي كات كات موديل 2017، كات كات موديل 2017، الثمن ديالها 165,000 درهم، دوبل كابين ضربة 70,000 كيلومتراج. مولاها تيقول على أن هادي كابين بريسك ناف، دوبل كابين بريسك ناف، الصباغة بيضاء، سيارة صالحة للشانتيي، لي زاموغو دو لا شاس لي كيحبو القنص. تيقول بلي فيها الكليما، فيها لابيس، زيجان إلكتريك، و فيرويان سنتراليزي ا ديستانس. اذا كانت هذه اخر بيكوب معروضة للبيع، الا عجبتكم شي واحد من هادو بغيتو نمبر التليفون ديالها فاتصلوا معايا باش نعطيكم النمره ديال مولاها. ونشوفوا فيديو جاي، ما تنسوش تشترك في القناه وديروا جيم باش نجيو نحطوكم فيديوهات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.